الو، انا مع حضرتك يا بيه. ازاي حضرتك الاول؟ بخير يا فندم، ربنا يبارك فيك. بحييك على مبادرتك الوطنية المحترمة. حضرتك ده واجب، يعني هي مش مبادره، يعني انا عايز اعمل حاجه وكل واحد يعمل حاجه في حدود المكان اللي بيشتغل فيه او في حدود قدراته، يقدم شيء عشان نساهم. انا يعني انا بزعل لما الاقي الناس بتزود. بتزود ليه؟ ده انت المفروض بالعكس تقلل عشان تقف مع المواطن. انا من ناحيتي انا بعالج مرضى، المريض النهارده عنده تكلفه وعنده دواء غالي، مش معقول انا كمان اجي وازود فوقيه. فشيء طبيعي انا مش هثبت، لا قلت انا هنزل الكشف بتاعي، كمان هنزل 20% من قيمه الكشف. انا كده ابقى حاسس ان عملت حاجه مفيده. لا، لما حضرتك بتعمل كده بتدي رسالة وقدوة للكل بصراحة. يعني أنا عجبني لما شفت البوست اللي حضرتك كاتبه اللي احنا بنعرضه كمان للسادة المشاهدين، إنك بتاخد هذه المبادرة الإيجابية النهاردة، هي رسالة لكل الناس يدخلوا مع حضرتك، سواء يا ريت. أطباء سواء صيدليات مهندسين سواء في كل حتة يا دكتور مهندسين هاني. كل أصحاب المهن الحرة، حضرتك التجار، واخد بال سيادتك، كلنا يعني كلنا لازم نعمل كده. اصل خلي بالك احنا بنقف مع بعض. يعني انا ما بعمل كده، انا بعمل كده عشان خاطر شعب تاني، نعم، عشان اخواتي واولادي والناس اللي ماشيه في الشارع فاحنا لازم نشيل بعض لا يعني كمسلمين. حضرتك يا دكتور هاني ما استغلتش الظروف وقلت ما كل حاجه زادت عليا وانا بالتالي لازم ازود على الناس، لا حضرتك رحت للحاجه اللي هي عكس اللي ماشيه في الشارع، ان انا بنزل مش بزود، هو ده الامر اللي انا بتكلم عليه، ده اللي عاجبني. ده صحيح، ده والله ده اللي انا فكرت فيه على طول يا احمد، يعني على طول بدون تردد. امبارح الظهر قلت انا هعمل كده، لان احنا لازم نعمل حاجه كويسه. وبعدين زي ما سيادتك قلت، يعني انا ايه، ببدا دايما بنفسي. يعني انا قبل ما اطلب من الناس واقول لهم اعملوا، لا، انا ببدا بنفسي، بحييك. ببدا بنفسي ايوه ويا رب الناس كلها برضو يعني تبقى احسن مني كمان ويعملوا احسن من اللي انا عملته. دايما حضرتك دايما مواقف الوطنيه. تحياتي لحضرتك دكتور هاني الناظر، دكتور جابر جاد نصار ايضا رئيس جامعه القاهره، تحياتي لحضرتك دكتور وبحي